السلام عليكم، ايه الاخبار؟ من كام فيديو كده عملنا فيديو انك ازاي تحول انفرتر العادي الى انفرتر يو بي اس. وكلمة يو بي اس يا جماعة هي معناها ان انتربتبل باور سبلاي، يعني باور سبلاي ما ينقطعش. ووظيفة الاساسية لليو بي اس بتستخدم في الاحمال الحرجة، اللي بمعنى اصح ما ينفعش ان حضرتك ينقطع عنها التيار الكهربائي نهائي باي حال من الاحوال، زي أنظمة البنوك، زي أنظمة كاميرات المراقبة، زي أنظمة المستشفيات، زي كل هذه الأنظمة الحرجة جدا جدا جدا. كانت الفكرة في إن إحنا ما نخليش الإنفرتر، يعني نشغل إنفرتر، عارفين بطارية إنفرتر حمل بتاعي، فكنا باستخدام مجموعة من الريلهات ما بنخليش الإنفرتر يفصل نهائي عند انقطاع التيار الكهربائي. بداية صديقي، لأول مرة حضرتك تشوفني فأنا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب، فمن فضل حضرتك لايك وشير وكلم حد عنها لأن محتوانا حقا بيستحق الدعم. حابب أفكر حضرتك قناة عليها أكتر من 1400 فيديو كلها موجودة عشان تقول لحضرتك معلومة تامة. أفضل وأسرع طريقة ممكن توصل بيها ليها من خلال الكومنتس تحت الفيديوهات، فلو عند حضرتك أي استفسار حطه في كومنت تحت الفيديو، ما تتواصلش معايا بأي طريقة إلا من خلال كومنتس القناة. طيب، واتكلمنا في الفيديو ده عن الدايرة واستخدمنا 2 ريلي يفصلوا على اللاين والنيوترال او الموجب والسالب بتاع البطارية بتاع الانفرتر، بحيث اني لما يحصل انقطاع للتيار الكهربائي طول ما انت موصل التيار الكهربائي ففي ريليهين فاصلين التغذية نهائي عن الانفرتر. اول ما التيار الكهربائي ينقطع ففي الحالة ديت يبدأ يوصل الانفرتر للأحمال الحرجة بتاعتي. وكنا اتكلمنا ان الدايرة ديت عليها بعض الكومنتس اللي موجودة. اول كومنت موجود معاك هو الريليهات بطيئة الاستجابة في موضوع الفصل والتوصيل، وان كانت بالنسبة لحضرتك او لعينك سريعة فهي بالنسبة للكهرباء بطيئة الاستجابة. وهنقول دلوقتي انهي حاجة تفضل افضل من الريليهات. الحاجة التانية ان الدايرة ديت ما تعرفش تتحمل قد ايه، فانت بتدي الفكرة وخلاص. فكنا بنحبذ دايما ان حضرتك تشتري دايرة جاهزة، لان الدايرة الجاهزة هتكون مصممة. بتروح تقول له والله انا عايز يو بي اس يشيل احمال قد كذا، يو بي اس لجهاز الكمبيوتر بس، يو بي اس لجهاز الكاميرات بس، فبالتالي بتجيب يو بي اس مناسب باحمال مناسبة بحاجة ديزايند اصلا ومدروسة ومقتولة بحثا في هذا الموضوع. فبتروح باستمرار او بطبيعة الحال للراجل تقول له انا عايز كذا كذا، فبيديك الحاجة المناسبة للحمل بتاعك. انما نقعد نعمل الفكره كده انا وانت وتراي اند ايرور، فانت بتصرف. فلو عندك تحمل للتكلفه الباهظه والمكسب والخساره باستمرار فاتس اوكي، او ان هذا الشيء سيعطيك او يوديك لمنطقه معينه مربحه فاتس اوكي برضو. فاحنا قلنا ان الريلي هياخد لحظة كده على ما يفصل ويوصل. كمان عندك الشاحن اللي كنت بتستخدمه في موضوع الفصل والتوصيل ممكن يكون يبطأ معاك عملية الفصل والتوصيل كمان، او في تغذية الريليهات نفسه، لان الشاحن ده من الداخل به دوائر الكترونية، والدوائر الالكترونية فيها مكثفات، المكثفات بطبيعة الحال بتشحن، واللحظات اللي بتشحن فيها المكثفات دي بتأخر كمان معاك في الوقت بتاعك. فقلنا بيحبذ انك تشتري يو بي اس جاهز، الدايرة مش معروف قوة تحملها قد ايه او تقدر تشيل احمال قد ايه، كمان في بطء في التوصيل ما بين اليو بي اس والفصل انقطاع التيار الكهربائي. فبالتالي لو انت عندك اي سيستم اصلا ممكن السيستم ده يطفي في اللحظة اللي هيبدأ ينقل فيها من التيار الكهربائي للانفرتر، من قطاع التيار الكهربائي للانفرتر في لحظه، فممكن ساعتها يفصل الكمبيوتر ويفصل السيستم بتاعك اللي انت حاطط اصلا يو بي اس عشان ما يفصلش. الحاجه الثالثه اللي كان فيها مشكله ان الانفرتر ده واصل باستمرار، فبالتالي حتى لو الانفرتر مش واصل عليه حمل فهو بيستهلك البطاريه بطبيعه الحال. فتيجي توصل التيار الكهربائي او قطاع التيار الكهربائي ينقطع عندك، فتلاقي ان الانفرتر ما وصلش، او تلاقي ان الانفرتر ما قلبش معاك، فبالتالي انت مش هتلاقي اوصل ومش هتلاقي بطاريه، لان البطاريه استنفذت في حاله وصول. طول ما الانفرتر واصل البطاريه فهي بتستنفذ. ولكن اليو بي اس الجاهز فمن مميزاته ان هو طول ما هو واصل في الكهرباء فهو بيشحن البطاريه لحد ما تتملي البطاريه، ويبدا دايره فصل الشحن بتفصل عنه، ولحد ما البطاريه توصل لليميت معين يقوم يشحنها من اول وجديد. فبالتالي البطاريه عندك باستمرار حاضره يا فندم وموجوده معاك في الدائره الكهربائيه. نيجي بقى للحاجة المهمة جدا، وهو لما بتيجي تنقل من انقطاع التيار الكهربائي او من الكهرباء العادية للانفرتر، في عندك بتبقى حضرتك مستخدم ريليهات. الريليهات مش حل امثل في الموضوع ده، فهتلاقي اليو بي اس العادي او اليو بي اس الجاهز موجود فيه
ترانزستور الساحر، عالم الالكترونات اللي هو عملية السويتش فيه ما بتتعداش الثواني المعدودة. وبسرعة كده تعال نشوف فرق بين الريلي والانفرتر، بين الريلي والترانزستور في عجلة سريعة. الفرق بين الريلي والترانزستور في الفصل والتوصيل. بالنسبة للريلي، فمبدأ العمل بتاعه يا جماعة بيتكون من ملف بيعتمد الريلي على مبدأ التحكم في دائرة كهربائية كبيرة باستخدام دائرة كهربائية صغيرة. يبقى هو أصلا الريلي هو أصلا موجود عشان يتحكم في حاجة كبيرة من خلاله، هو بيشتغل بجهود قليلة، فممكن أتحكم من خلاله في موتور ضخم جدا 100 حصان 120 حصان باستخدام ريلي قد كده. لما بيمر تيار كهربائي صغير في الملف بينشأ مجال مغناطيسي بيجذب الذراع المعدني كهرومغناطيسي وذراع معدني ويغلق الدائرة الرئيسية. طيب بيستخدم الريلي في الاستخدامات الآتية زي تشغيل المحركات أو فتح وإغلاق الأبواب، تحكم في الأحمال الكبيرة، فصل الدوائر الكهربائية عن بعضها للحماية أو التحكم اللي هو عزل الدوائر. بيستخدم كمان كقواطع دوائر أو أجهزة حماية من الزيادة في التيار، حماية الدوائر. مميزات: بيمكنه التحكم في تيار وجهد أكبر بكثير من التيار الذي يمر في ملفه. كمان بيوفر عزلا جيدا بين الدوائر التحكمية والدوائر الرئيسية، دي دوائر التحكم ودائرة الباور يعني. عيوبه انه حجمه كبير نسبيا مقارنة بالترانزستور، سرعة استجابة أقل من الترانزستور، ودي النقطة المهمة جدا بالنسبة لنا، ان هو سرعة استجابته قليلة جدا بالنسبة للترانزستور، بيحتاج إلى تيار أكبر لتشغيل الملف. بالنسبة للترانزستور بيمكن التحكم في تدفق التيار الكهربائي عبره عن طريق تطبيق جهد صغير على قاعدة الترانزستور، وهو عنصر إلكتروني نشط بيعمل كمفتاح إلكتروني. ده مبدأ العمل بتاعه. أنا ممكن أستخدم الترانزستور بتاعي كسويتش في الفكرة بتاعتي، إن أنا بدل الريلي أستخدم ترانزستور، استجابته عالية جدا، مش هتلاحظ فرق شاسع أو إن الجهاز بتاعك ينقطع عنه التيار الكهربي ولو للحظة، لان الترانزستور مؤهل لكده. السويتش بتاعه عالي جدا جدا جدا، كمان ان هو ممكن يستطيع ان هو يعمل سويتشنج لعشرات الالاف المرات في الثانية مجرروش اي حاجة، فعمره الافتراضي كبير جدا. عشان كده حتى بيستخدموا الترانزستورز ديت في الانفرترز من الداخل اصلا، تلاقي في ترانزستورز وبيستخدموا السويتشنج بتاعه الواسع ده والكتير ده في انه يحول الدي سي لساين ويف، يحول الكهرباء الدي سي لاي سي عن طريق اللي هي المعدله شبه الساين ويف، ابدا احسن فيها بعد كده علشان احصل على البيور ساين ويف بتاعتي. بيستخدم الترانزستورات في الاستخدامات الاتيه: زياده قوه الاشاره، بيستخدموه كالتضخيم في التضخيم، العمل كمفتاح الكتروني لفتح واغلاق الدوائر اللي هو التبديل، التبديل ده بيبقى عالي جدا، وده اللي موجود في اليو بي اس اللي هو جاهز مش العموله اللي احنا بنعمله ده. في العديد من الدوائر الالكترونيه الرقميه والتناظريه نستخدمه في التحكم. مميزاته ان هو حجمه صغير، سرعه استجابه عاليه جدا جدا جدا، واستهلاكه للطاقه بيكون قليل، والمرونه في الاستخدام في العديد من التطبيقات. العيوب بتاعته ان هو حساس للتغيرات في درجه الحراره والجهد، بيحتاج الى دوائر دعم اضافيه في بعض التطبيقات، لكن هو مقارنه في الابلكيشن بتاعنا النهارده في اليو بي اس بيكون هو افضل خيار واحسن. بالنسبه للترانزستور والريلي والميزه: الحجم الريلي كبير، الترانزستور بيكون صغير جدا، السرعة الريلي بيكون بطيء، الترانزستور بيكون سريع جدا. بالنسبة للاستهلاك فالريلي بيكون مرتفع في الاستهلاك والترانزستور منخفض، العزل بيكون الريلي جيد والترانزستور ضعيف. انا لما باجي استخدم الحاجة بتاعتي في ابليكيشن معين او الفكرة بتاعتي، ببدأ اقول هنا ينفع ترانزستور؟ لا. طب مميزات الترانزستور، مميزات الريلي ايه؟ تلاقي الترانزستور يكسب اكتر في المميزات فلا استخدم ترانزستور. زي مثلا استهلاك الطاقة، تلاقي الريلي بيرتفع الترانزستور منخفض. الاستجابة، سرعة الاستجابة الترانزستور سريع جدا بالنسبة للريلي بطيء جدا. العزل بالنسبة للريلي جيد، بالنسبة للترانزستور ضعيف، ولكن انا عايزه اصلا يبقى سريع جدا وعايز استهلاك الطاقة يبقى منخفض. استخدم الترانزستور في التضخيم، في التبديل، في التحكم، في الأحمال الكبيرة، ده بالنسبة للريلي، والعزل بالنسبة للريلي، والحماية في الريلي برضو. يعني بالنسبة للتطبيقات ترانزستور تضخيم وتبديل وتحكم، بالنسبة للريلي تحكم في الأحمال الكبيرة والعزل والحماية. امتى استخدم الريلي وامتى استخدم الترانزستور؟ بيستخدم عندما نحتاج إلى التحكم في أحمال كبيرة أو فصل الدوائر بشكل كامل، ده الريلي، أو عندما تكون السرعة ليست عاملا حاسما. لما تكون السرعة ليست عاملا حاسما بستخدم مين؟ عامل الريلي، وده مش مناسب في التطبيق، لان ده السرعه مناسب
عامل حاسم جدا في التطبيق بتاعي في حالة اليو بي اس بالنسبة للانتقال من الكهرباء العادية للبطارية. محتاج السرعة طبعا. الترانزستور بيستخدم في الدوائر الإلكترونية ذات السرعات العالية وفي الدوائر اللي بتتطلب حجما صغيرا واستهلاكا منخفضا للطاقة. اختيار العنصر، بيمكن القول ان الريلي والترانزستور كلاهما عنصران هامان في الالكترونات، ولكل منهما مزاياه وعيوبه. باختصار، المناسب يعتمد على متطلبات التطبيق المحدد زي ما اتكلمنا قبل كده. قلنا طب شوف التطبيق ايه المناسب وايه المش مناسب، شوف ايه المناسب وايه المش مناسب وتبدأ تختار على اساسه. وبعد ما حضرتك شفت الفرق بين الريلي والترانزستور، هتبدأ تعرف انك تختار الشيء الصحيح وتشتري الحاجة الصح. هل تبدأ تعمل تراي اند ايرور وتعمل دايرة معاك من كتر السويتشنج؟ ممكن الريلي ما يستحملش، ممكن الاطراف بتاعته تبدأ، ممكن الاطراف بتاعته اصلا بتعمل شرز، تأخر في الاستجابة كمان. ده كله هتبدأ تفكر اختار فعلا ترانزستور ولا اختار ريلي، وانهي افضل، واروح اشتري جاهز واريح دماغي وشارع العبد ولا تربيته، ولا اقعد اعمل تراي اند ايرور بايدي. في ناس تبقى غاويه دو الدي اي واي اللي هي دو ات يور سيلف، اعملها بنفسك، ولكن هؤلاء الناس يعني عايز اقول لك مؤهلين لحاجه زي كده، عندهم وقت يعملوا حاجه زي كده. انا في اشخاص تانية ما عندهاش رفاهيه التجربه. راجل النهارده شغال في عياده مثلا وعايز جهاز يو بي اس، هو مش جاي حضرتك يجرب ويعمل الكلام ده، هو جاي عايز يو بي اس عشان يشتغل ويعمل حاجه معينه، حد في مستشفى، حد في بنك، ما عندوش رفاهيه ان هو يقعد يجرب تري اندر. فالموضوع ده متاح لحد هاوي، لحد غاوي، لحد عنده مزرعة كده وقاعد بيجرب، فده تمام. فقبل ما تقدم على حاجة زي كده، ادرس كويس وخد القرار المناسب وشوف آراء الناس في حاجة زي كده، وهل الفكرة نجحت ولا لأ مع حد، والكلام ده كله. أتمنى أكون فتحت حضرتك لو معلومة بسيطة. حضرتك استفدت، لايك وشير، أول مرة حضرتك تشوف سبسكرايب في القناة. أشوفك على خير. كان معاك العلا عبد الرؤوف، عماد من قناة عبد الرؤوف 9/8 على اليوتيوب. لو عندك أي كومنت حطه تحت الفيديو. السلام عليكم.